لسه داخل القلعة الحمراء، والحديث الآن عن واحد من أمهر لاعبي الكرة المصرية في الوقت الحالي. الكل كان بيراهن على مدى إمكانية أن هو يكون مؤثر بعد رحيل عبد الله السعيد، وكمان مدى إمكانية أن هو يكون له تأثير كبير مع منتخبنا الأول لكرة القدم. صالح جمعة من المواهب اللي محدش بيقدر يتكلم عليها، ولكن دايما قيل وقال، ومدى إمكانية مشاركته في الفترة اللي جاية. الكل قبل انطلاقة الموسم كان شايف ان هو كان ليه بعض المشاركات مع لاسارتي في الفترات الاخيره، وكان بيعتمد عليه، وكان اللاعب بيأدي بشكل جيد جدا في ميركاتو الشتاء. ابرم النادي الاهلي صفقه وحصل على خدمات محمد مجدي قفشه، وهنا كان في التنافس الشريف الجيد جدا اللي بيصب اكيد في مصلحه النادي الاهلي ما بين اللاعبين دولت على المركز دوت. ولكن كان واضح جدا ان كان في اتجاه داخل رؤيه الجهاز الفني للنادي الاهلي، تحديدا ريني فايلر، واقتناعه الكبير جدا بقفشه في الفترات اللي فاتت. والحقيقه كلما اعطى قفشه فرصه كان بيستغلها بشكل جيد جدا، وكان مؤثر في وقت اصلا النادي الاهلي ظاهر فيه بافضل حاله ممكنه على مدار كده فترات فاتت. كان ممكن في تذبذب في الاداء، ولكن الاهلي الممتع عاد مره ثانيه بسبب اكيد التواجد المدير الفني اللي قدر ان هو يخرج من النادي الاهلي ومن اللاعبين اللي ممكن يكونوا نفس القوام بتاع الموسم اللي فات، ولكن حاله مختلفه خالص واداء جماعي مختلف بكل تاكيد. تصريحات خرجت امبارح من صالح جمعه بتطمن لكل الناس اللي بتحب صالح جمعه، كل الناس اللي عندها طموح ان صالح جمعه يكون ليه دور اكبر من كده مع النادي الاهلي. ممكن تكون فتره التوقف ديت بتصب في مصلحه اللاعب، ونشوفه مره ثانيه مع استئناف الدوري بيشارك مع النادي الاهلي. فأعرب بقى صالح جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن تفاؤله بالفترة اللي جاية، موضحا أن جميع الأمور مستقرة داخل الفريق، وكمان في حالة من التركيز والاستقرار اللي بتمهد الطريق لتحقيق نتائج جيدة على الصعيدين المحلي وأيضا على الصعيد الإفريقي. وأكد صالح جمعة في تصريحات إعلامية نقلها الموقع الرسمي للنادي الأحمر أن معسكر الأهلي في الإمارات مهم جدا، وأن الفريق بيستفيد منه يوميا كمان سواء على صعيد الحصص التدريبية أو تنفيذ تعليمات الجهاز الفني مع زيادة الانسجام والتلاحم بين اللاعبين، كما يعتبر فرصة جيدة ليه عشان يتعرف على سويسري ريني فايلر المدير الفني على قدرات اللاعبين وامكانياتهم بشكل اكبر نظرا لتولي المسؤوليه منذ فتره قصيره. وقال صالح جمعه انه جاهز للمشاركه مع الفريق حاليا، موضحا انه بينتظر استئناف بطوله الدوري ليحظى بفرصه المشاركه مع النادي الاهلي، خاصه وانه ملتزم بتعليمات الجهاز الفني خلال التدريبات. واوضح كمان صالح جمعه انه لا يفكر في الرحيل عن النادي كما يشيع البعض لعدم مشاركته مع الفريق، مشددا على انه مش بيشغل نفسه خالص الا بالتركيز في الملعب والعوده للتشكيل من جديد، موضحا انه اغلق هذا الباب تماما لرغبته الجاده في البقاء مع النادي الاهلي. وده اكيد توضيح جيد جدا، لان كان في بعض الانباء او بعض التقارير بتشير ان ممكن يكون صالح جمعه من اللاعبين اللي حابين ان هم يرحلوا عن صفوف النادي الاهلي استقلالا لميركاتو الشتاء، ولكن من تصريحات اللاعب ان هو حابب ان هو يكون باقي ضمن صفوف المارد الاحمر، وان هو يكون بيشتغل على نفسه في الفتره ديت لاقناع المدير الفني بيه، وايضا هتكون فرصه لكل اللاعبين ان هم يعرفوا نفسهم بشكل افضل على المدير الفني من خلال المعسكرات اللي بيقوموا بيها حتى يتم استئناف الدوري وحتى انطلاقه المنافسات الافريقيه. كل التوفيق اكيد لصالح جمعه من العناصر اللي بنامل ان احنا كمان نستفيد منها على صعيد منتخبنا الاول لكره القدم في الفتره اللي جايه.